كملين معكم بدنيا دنيا. رح ننتقل لفيسا بأخصائية الحرف اليدوية ورح نحضر مع بعض كيف نعمل الورد بالورق. صباح الخير فيسا، كثير حبيت الفكرة اليوم. مي صباح الخير. صباح النور، أهلا، كيفك؟ إيش الحلاوة هاي اليوم؟ أنتي منورة منورة بالألوان الحلوة. أنتي بالأول شوف التفاهم والانسجام بروح العمل هو أهم شيء لنجاح البرنامج. حسالي أنا ما لازم أطلع بهاي الفقرة. طيب في إيش رح نسوي اليوم؟ أوكي، رح نعمل اليوم زي هذا الورد. هلأ دانا وميس كانوا عم بيسألوني وين بنقدر نحطه هذا الورد. هلأ كتير عم بيكون موضة، عم بيحطوه على البواب، على الحيطان، إذا عندكم شاور بارتي بتغيروا طبعاً الألوان حسب الثيم اللي عندكم، أو نيو بورن إذا جايكم مولود جديد، كمان كتير حلوين هدول الوردات، بتحطوا أكتر من وحدة على الحيط، بعطي زينة للحيط حلوة. حلو. فاليوم الأغراض اللي رح نستعملها هي التيشيو بيبر. هذا اسمه تيشيو بيبر لأنه كتير رفيع، زي ورق المحارم بيكون كتير رفيع، بيجي من المكتبة كتير كتير رفيع، وبتقدروا تشكلوه زي ما بدكم. فهو هذا الورق. هلا رح هذا مش الكورنيش؟ لا هذا مش كورنيش. هذا اسمه تيشيو بيبر. ما بعرف اذا له اسم بالعربي، بس هو كتير رفيع. يعني زي ورق المحارم قد ما هو رفيع. هلا احنا رح نجيب 12 وحده. اوكي، نحط تحت أربعة اخضر، بعدين بالنص أربعة أحمر وأربعة أصفر. أوكي؟ رح يطلعوا بنفس حجم هاي اللي موجودة نفس حجم الورد. هلأ إذا 12 وحدة. أوكي. إذا بدكم تصغروا، هلأ بقولكم كيف بتصغروا الوردات، عشان في ناس بحبوا يحطوا مثلاً وردة كبيرة وتنتين أصغر. أوكي. بس إحنا رح نعمل زي هذا الحجم. أوكي؟ فكمان مرة رح نحط أربعة، رح أحطهم هيك بالطول، رح أحط أربعة تحت وفوقهم أربعة أحمر وأربعة أصفر آخر إشي. أوكي؟ وأحطهم هيك. هلأ رح أستعمل مسطرة، أنا هون شوي لافة قبل، رح نعملها زي ما كنا نعمل الهواي زمان. أيام المدرسة. أيام المدرسة. أوكي. أوكي. فواحدة بهاي الجهة والتانية عكسها. أوكي. يعني أنا عملت هيك بمسطرة. طيب في كومنتس برضو على الفيسبوك، ناس كتير بسلم عليك فيه، بسلم عليك كلك حكي حلو. عائشة بتقول هاي الشخصية متواضعة وبتعطي من القلب. متأكدة أنتي؟ حكيتي معها عندك؟ تعاملتي معها بشكل شخصي؟ كتير بنحب بعض أنا وميس. لا لا واضح بدون ما تشرح. أوكي. طيب أمي محمد الشمري، اوكي اهلا وسهلا فيكي، وبرضه جوليانا ترجمان من القدس، اهلا وسهلا فيكي، بنحييكي جمانه دائما. بنصبح الكل. بس انا عم بعمل زي الهواي زي ما كنا نعملها واحنا بالمدرسه، بس وطبعا كلهم مع بعض، يعني بقلبهم هيك. اوكي. بس لازم بمسطره صح؟ عشان بمسطره عشان يطلع، مش ضروري يكون بالضبط 100%، بس يكون إشي انه مرتب. هلأ إذا زاد عندي ورق بقصه وبرتب، مثلاً خلص هون رح أقص أنا عشان يطلع شغلي مرتب. لو زاد نقصه. أوكي. عندنا كمان أم علي، أهلاً وسهلاً فيك. امسكي لي يا شوي. إيمان يوسف، أهلاً وسهلاً فيك يا إيمان. امزعيها امزعيها عليك. خايفة أخرب شغلك. أوكي. هاي بيطلع عندي شكلهم هيك زي الهواي. كلهم مع بعض. بطويهم كمان مرة كتير منيح هيك. أوكي. وباخذ الأصفر. هلا بدنا ناخذ كل وحدة لحال. رح آخذ الأصفر. أرجع أعملهم هيك. بصير نعمل كل واحدة لحالها ولا لا في؟ لا، عشان يطلعوا كلهم نفس الشيء. المقص عندك؟ المقص هيا. أوكي، رح أقص هاي بالنص عشان بدي الأصفر يطلع بالنص وأصغر إشي.
هلا انتم بس تعملوا اول وحده رح تكون كثير سهله بالنسبه لكم. هاي قصيتها بالنص، وهلا بس بدي اعمل زي الشرشيب اللي طالعين منها. اوكي، طبعا هدول موجودين محلات اعياد الميلاد اسعارهم فعليا غاليه، هي سعر الورده 5 دنانير. يعني انا رحت وشفت، فانت بتقدري تعمليها باقل من نص السعر. اوكي، عندنا كمان رينا شحاده، صباح الخير، سلام عليكي. وفي عنا السوم الحلو بتقول بدنا افكار للبلكونة الصغيرة، عملتي افكار؟ عملت كثير للبرندات الخارجية. نرجع بنعمل. اوكي، هلا هيك رح تصفي عندي هي. اوكي، هلا بفتحها. بدي اخذ هلا الاحمر، وبرضه اطويه. مرات هدول بننزلهم من السقف صح؟ ايوه أوكي. بنزلوا من السقف، وين ما بدك انت بتحطيهم. اوكي، برضه رح اطويها بالنص واعمل شكل نص دائره. اوكي، يعني بدي اخذ منها شوي، يعني مش من الحفه، رح اخذ تقريبا اكثر من يعني اكثر من نصها. طيب اذا هيك عملنا الاصفر، هلا الاحمر بهاي. ايوه بالضبط. اي مقص في بنفع ولا بنفع؟ مقصك لا، مقص يكون حامي. بس بعمل نص دائره. اوكي، وهالقد طولها تكون. هلا بدي اعمل الاخضر. الاخضر رح يكون العروق اللي عندي تبع الورده. اوكي. يعني اعمله هذا مثلث القص صح؟ هذا مثلث. اوكي، خليني اخذ هاي كمان. نازك الطورة، صباح الخير، بتصبح علينا كلنا. بنصبح على الكل. نعمل برضو بنفس الطريقة بالنص، وبنعملها بشكل مثلث. في بس خلينا شوي شوي عشان هي هاي نفس هدلاك، بس نطويهم بالنص. هلا أول وحدة رح تكون صعبة بالنسبة لكم، بس هي على التطبيق كتير سهلة. يعني لو خربنا واحدة تعلمنا عليها بالضبط بزبط معنا. اوكي، رح اعمل زي مثلث هون. كم من مرة دانا ممكن تخربيها؟ انا ولا مرة اجرب. ولا بتعب حالي. بحكي كيف دائما الناس ميول، يعني انا من الاشخاص اللي ما عندي طولة بال ابدا. مش كثير. كل واحد له في اشياء بحبها عشان هيك انت رايقة في ما شاء الله وهادية. عشان عندك طولة بال واضحة. اوكي، هلا احنا صفينا هيك رح نعمل. اوكي، رح ارجع برضو احطهم بنفس الطريقة وافتحهم. اوكي. هلا اذا بدنا مثلا نعملها من تحت شكلها غير الاطراف، بنغير القصة. ايوه بالضبط. بحطهم بنفس الترتيب. لا، بالبيت انتم بتكونوا ماخذين راحتكم اكثر. نعملها الاحمر على القد ولا بتكون اصغر منها صح؟ من ناحيه المساحة. هلا الاخضر اكبر، احمر اصغر. اوكي، والاصفر اصغر شيء. اوكي، فبرجع بحط كمان الاصفر اخر شيء نفس الترتيب، وهم بيكونوا مطويين نفس الطويه عشان هيك احنا طويناهم مع بعض. اوكي، فبرجع بجمعهم نفس الطريقة. اوكي، هاي هيك عندي خلصت. هلا بس بالحبل الصوف اللي عندك هي بعملها بالنص. وببلش افتحها. هلا بس رح نطويها. اوكي ميس، بليز قطعي لي قطعه من الصوف. اوكي، وخلينا بس نربطه من النص. هيك انا رح اربطها، ببلش افتح فيها عرق عرق، وبتطلع عندي الورده هاي. انتوا غيروا الوانها حسب المناسبه اللي عندكم. نعم.
أوكي. يعني من النص بنحط الحبل ونربطه بعدين بنفردها. هيها هيك صفر عندي، ببلش افتح انا العروق اللي بدي اياهم الاصفر لحال. طبعا هلا التفتيح بده وقت، بده شغل، لانه هي تخيلي كم من طبقه احنا عاملين، يعني الاصفر ليتفتح كله بنفتحه عشان يطلع هذا الشكل. بالضبط. اوكي بتفتح هيك. هلا رح احاول افتح شوي، باخذ وقت. لا هي كثير دقيق لانه باخذ وقت لانه اكثر من طبقه. بس انتم بالبيت فتحوها، يعني خلينا نفتح الاصفر على السريع هيك. هو بده ورقه ورقه تقعد تفتحوها. اوكي سوسن خدسات بتقول لك فيهي بنتها كثير بتحب تصمم المجوهرات او الاكسسوارات، فشو نصيحتك لها من وين تبلش؟ ما انك صاحبه خبره، انت بتعطي نصائح كيف الواحد يبني بزنس خاص فيه. اسمعي انا بتذكر اني مره قدمت للجولري، كانوا عاملين مسابقات، خليها تشوف ايش في، عم بيكون مسابقات للتصاميم، التصاميم الاردنيه، خلي تشارك بنتها بهيك. طب وين بتلاقيهم يعني؟ موجودين، مرات بحطوا دعايات بالجريده، مرات اعلانات، يعني أوكي. بيكونوا شركات، هذا بيساعدها انه توصل، يعني تقدر اكثر تتعرف على المجال. اوكي هي بتكون مسابقات لناس مش عندهم اكسبيرينس يعني، فخليها هيك تبلش، وتبلش اونلاين. انا بقول دائما صح، السوشيال ميديا بتساعد كثير، اليوتيوب بيساعد، الفيديوهات كثير عم بتساعد. اوكي تمام. يلا احنا هيك ما رح نلحق نفتحها، لا زي ما حكينا ورقه ورقه. اذا فتحناها رح تصير بنفس هاي الطريقه، بس بنفتحهم ورقه ورقه وبنعمل هيك. كثير حلوين اذا عملتوا عدد كبير وحطيتوهم على الحيط، ومش مكلفين قد ما تجيبوهم من السوق. اوكي اوكي حلو فيه. طيب يعني هاي هي الفكرة، وبنقدر بأكثر من مناسبة نستغلها، نحطها على الطاولة، نعلقها، ممكن ننزلها من السقف حتى أودور، تطلع كتير حلوة. بالضبط. أوكي جميل جدا. طيب في عنا خبر عن عمرو دياب، بتحبيه؟ كتير. سمعتي الإشاعة بالارتباط بينه وبين دينا الشربيني؟ لا صديقة مايس، أنت أكيد تعرفي لأنك بتحبي عمرو دياب. بدون ما أسأل.